الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة الإسراء، وقلنا بأن سورة الإسراء من السور المكية الخالصة ومن السور التي فصلت الحديث عن الأدلة على وحدانية الله، وفصلت الحديث في بيان أن القرآن من عند الله، وفصلت الحديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من عند ربه، وفصلت الحديث في بيان أن يوم القيامة حق، وردت على الشبهات التي توجه بها المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولقنت النبي صلى الله عليه وسلم البراهين والأدلة والأقوال التي يخرس بها ألسنة المشركين، وأرشدته في النهاية إلى أن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير، ومن سنن الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا. رسلنا فقط؟ لا، إنا لننصر رسلنا ومن معهم والذين آمنوا. وربما واحد يسأل: طيب ننصر رسلنا والذين آمنوا، طيب في الدنيا فقط؟ لا، قال لك في الحياة إيه؟ الدنيا، وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. يبقى النصر ليس في الدنيا فقط، وإنما في الدنيا وفي إيه؟ وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا، مش الرسل فقط، وأتباعهم أيضا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، والذين اتبعوا ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وليس نصرنا لهم في الدنيا فقط، بل في الدنيا وفي إيه؟ وفي الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم إيه؟ الأشهاد، اللي هو يوم إيه؟ القيامة. ثم نجد السورة الكريمة ترشد المؤمنين في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤدي إلى نصرهم. الآيات التي ذكرناها في الحلقة السابقة: أقم الصلاة لإيه؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهكذا جاءت الآيات لترشد المؤمنين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن أداءهم للعبادات التي كلفهم الله تعالى بها، وطاعتهم لله عز وجل، وأداءهم للواجبات
للواجبات التي كلفهم الله تعالى بها، ومباشرتهم للأسباب التي تؤدي إلى النجاح، مباشرتهم للأسباب التي تؤدي إلى إيه؟ إلى النجاح. لا بد أن الله سبحانه وتعالى يحقق لهم الآمال. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقلت أكثر من مرة، ليس بلازم أن تقول بأني أنا إذا عملت مثقال ذرة من خير هنشوف العاقبة في الآخرة بس. لا، ده العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. ويبقى معنى الآية الكريمة: فمن يعمل أي عمل حسن ولو كان صغيرا في الدنيا سيجد ثمار عمله في الدنيا. ذاكر وتعب نفسه في المذاكرة وسهر الليل وكذا، هل يخيبه الله؟ مستحيل، مستحيل. زرع واهتم بزراعته وحافظ عليه وكذا، وصبح صبح من الصباح راح إليها وباشر العمل ونقى منها الأشياء الخبيثة وهكذا وهكذا، زراعته تبقى حسنة ولا سيئة؟ حسنة. دي سنن الله. ولذلك قال العلماء في تفسير قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها مين؟ عبادي الصالحون. إيه المراد بالصالحين هنا؟ ما هو كل واحد بيفسرها بإيه؟ المراد بالصالحين هنا الصالحون لتعميرها. الصالحون لإيه؟ لتعميرها. تعميرها بإيه؟ بالإيمان، بالعمل الصالح، بالنشاط، بتحويل الأرض الجدباء إلى أرض إيه؟ خضراء. ودي شأن الأمم الناهضة القوية النشيطة اللي شعر بالمسؤولية تعيش على الأرض غير المثمرة فتجعلها ايه؟ خضراء ببركة نشاطها وعملها، وتتحول الأرض الجدباء إلى أرض ايه؟ خضراء ببركة النشاط والاعتماد على الله والسهر والشعور بالمسؤولية. لكن الأمم الميتة، الأمم الجاهلة دي تعيش على الأرض الخضراء فتحولها إلى ايه؟ بسبب الكسل، بسبب عدم فهم الدين، بسبب يقول لك لا ده هو الإسلام هو إن أنا بس إيه يعني أصلي وأنام. لا لا، الإسلام أن تؤدي الصلاة وأن تكون نشيطا في عملك، ونشيطا في النطق بكلمة الحق، ونشيطا في كل عمل هذا العمل يعود بالخير عليك ويعود على أمتك بالخير ويعود على جارك بالخير ويعود على أولادك بالخير ويعود على الدولة التي أنت فرد من أفرادها بإيه؟ بالخير، بحيث تنشر كما سمعنا في خطبة الجمعة، تنشر الأمان وتنشر الرخاء وتنشر الاطمئنان وتنشر التسامح، وتبين أن الناس جميعا من أب واحد ومن أم واحدة، وأن شريعة الإسلام تقول لنا، الإسلام يقول لنا، وهذا كلام قلته عشرات المرات، الإسلام دين يمد يده بالسلام إلى كل من يمد يده إليه إيه؟ بالسلام. ويأمرنا بأن نحسن الظن بالناس إلا إذا ظهر من الناس إيه؟ ما يوجب الحذر.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أنا أحسن بكم جميعا الظن ليه؟ لأن أنا مأمور بأن أعامل الناس على حسب ظواهرهم، لكن إذا وجدت مثلا إنسان أنا أحسن به الظن ولكن بلغني أنه هو فعل فعلا يجعلني أسيء به الظن، يبقى في هذه الحالة نبقى نحسن به الظن؟ لا، لكن الأصل أن الإنسان يحسن الظن بالناس ويكذب الإشاعات الكاذبة، ولا يحكم بسوء الظن إلا بعد التحقق، إلا بعد التحقق. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في كثير من الآيات القرآنية. ونجد بأن الآيات الكريمة التي هي موضوع حلقتنا اليوم تبين لنا أن الله قد أنزل القرآن ليكون شفاء للناس، شفاء من الأمراض الباطنة، وشفاء أيضا من الأمراض الظاهرة، شفاء من الأمراض الحسية، وشفاء من الأمراض المعنوية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد الآيات التي أشرنا إليها الآن، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، إلى قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا الباطل الذي أزهقه الله سبحانه وتعالى من أسبابه أو على رأس أسباب إزهاق الباطل اتباع القرآن. وننزل من القرآن ما يزهق الباطل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ماذا قال العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة؟ قال العلماء: ومما لا شك فيه أن قراءة القرآن، ومما لا شك فيه أن قراءة القرآن والعمل بأحكامه وآدابه وتوجيهاته، فين الخبر يا إخوانا؟ شفاء للنفوس، قراءة القرآن شفاء للنفوس. يبقى ومما لا شك فيه أن قراءة القرآن شفاء للنفوس. طب شفاء للنفوس دي عاوزين دليل عليها؟ قال لك نعم، خذ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. طب ولما تكون معاك التجارة التي لن تبور يبقى شفاء ولا مرض؟ شفاء. مش كده؟ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الماهر بقراءة القرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة، ده شفاء ولا مش شفاء؟ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران عند الله، يبقى شفاء ولا مش شفاء؟ خير ولا مش خير؟ رحمة ولا مش رحمة؟ وهكذا.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يهديهم إلى رضا الله، يهديهم إلى الخير، يهديهم إلى السعادة، يهديهم إلى الرقي، يهديهم إلى القوة، يهديهم إلى العزة، يهديهم إلى الكرامة الإنسانية. هذا المقصود بنزول القرآن، أن يكون هداية، هداية يهدي الناس إلى الصراط المستقيم. وكما قلنا نحن في نردد 17 مرة في اليوم الواحد في صلاة الفرض في الفاتحة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الحسد، من الحقد، من الجاه. طب دي المرض الحسي ولا المعنوي؟ المعنوي. المرض المعنوي اللي هو الحقد والحسد والتفرق والظلم وما إلى ذلك. طيب لو أن إنسانا أصيب بمرض هذا المرض حسي، بحيث يقول لك يؤلمني كذا، يؤلمني ذراعي، يؤلمني بطني، يؤلمني صدري، يؤلمني رأسي، وأنت دعوت الله سبحانه وتعالى وقلت وأنت تزور هذا المريض: اللهم ببركة هذا القرآن اشف هذا المريض، ألا يجوز أن يجيب الله دعاءك ويبقى في هذه الحالة القرآن شفاء ولا مش شفاء؟ لأن بدعائك لهذا المريض ببركة القرآن أجاب الله دعاءك وشفي هذا المريض. يبقى القرآن شفاء من الأمراض الحسية ومن الأمراض المعنوية. ربما واحد يسأل ويقول: طب ما الدليل على أنه شفاء من الأمراض اللي وجعها راسه، اللي وجعها صدره، ولا ما الدليل؟ نقول لك الدليل، اسمع. يقول الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: إن ما معناه؟ إن القرآن شفاء للقلوب. عند تفسيره لهذه الآية اختلف العلماء في كونه أي القرآن شفاء على قولين: أحدهما أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الشكوك، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل. ده يبقى اللي هو الشفاء الروحي ولا الحسي؟ الروحي المعنوي. وأنه الثاني أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى، الرقية، بالرقى والتعوذ، بأن تدعو الله: اللهم ببركة ما قرأته من قرآن اشف هذا المريض. وقد روى الأئمة، معنى وقد روى الأئمة يعني البخاري ومسلم وغيرهما، يعني حديث صحيح. وقد روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. السرية اللي هي أقل من الغزوة، الغزوة أن يكون القائد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، السرية أن يكون القائد فيها أحد أصحاب الصحابة، أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، في سرية في 30 راكبة. قال سيدنا أبي سعيد الخدري، ده من الصحابة، قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا. قالوا لهم: ده احنا جماعة مسافرين لمهمة، نرجوكم قدمونا شوية مية، شوية كذا، شوية كذا. قالوا: لا، احنا ما نعرفكمش، ابعدوا عننا. فأبوا أن يضيفوهما. فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا. قال اللي هو سيدنا أبو سعيد الخدري روى الحديث: فلدغ سيد الحي
زعيم أهل البلد دي اللي هم بخلة، زعيمهم لدغته إيه حية أو عقرب، فإيه فبدأ يتألم، فلدغ سيد الحي يعني العمدة أو زعيم الإيه هذه البلد، فأتونا اللي هم بعض أهل البلد أتوا إلى 30 من الصحابة، فأتونا فقالوا: أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فيكم حد يعني يقرأ لنا قراءة مؤمن مما يعلم، فيشقي علشان زعمنا ربما يشفيه الله بسبب هذه إيه القراءة؟ فسيدنا أبو سعيد الخدري قال لهم: نعم. فقلت: نعم. فقلت أنا: نعم، ولكن لا أفعل حتى تعطونا. سيدنا أبو سعيد وبخل قال لهم: لا، أنا مش هنقرأ على زعمكم إلا إذا أنتوا جعلتنا أجر إيه معين. فقالوا: فإنا نعطيكم 30 شاة لو اللي جه اللي بيقرأ وشوف المريض بتاعنا اللي هو الزعيم، نعطيكم كام؟ 30 شاه. وهم عددهم كام؟ 30، يعني كل واحد ياخد له شاه يذبحها او ما الى ذلك. فإنا نعطيكم 30. قال: فقرأت عليه، ذهب الى زعيمهم ودعا الله سبحانه وتعالى له بالشفاء، وقرأ عليه سورة الفاتحة. فقرأت عليه الحمد لله ربي، يعني سورة الفاتحة، ودعا الله له بإيه؟ بالشفاء. فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرئ. طبعا برئ بإذن من؟ بإذن الله وببركة دعاء مين؟ سيدنا أبي سعيد الخدري، وببركة أيضا أن 30 شاه هم بينتفعوا إيه بيها، وهم في حاجة إلى هذه الشياه ولا مش في حاجة؟ دول المسافرين. وقالوا لأهل البلد: اعطونا شيئا. قالوا لهم: لا. فبعثوا إلينا بالنزل وبعثوا إلينا بالشاه، يعني بعثوا إلينا بطعام نأكله، وبعثوا إلينا أيضا ب30 إيه شاء. فأكلنا الطعام أنا وأصحابي، أصحابه كام كما قلنا؟ 30 واحد، ورايحين سرية لمهمة معينة كلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بها. فأكلنا الطعام أنا وأصحابي، وأبوا أن يأكلوا من الغنم. قالوا: كفاية إيه الطعام، لكن احنا مش هنذبح من الغنم الا بعد ان نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته الخبر. سيدنا ابو سعيد الخدري قال: يا رسول الله، واحنا ذاهبين كنا نفد منا الطعام ودخلنا على أهل بلد، سألناهم أن يساعدونا فأبوا، لكن لدغ رئيسهم وعملنا كذا وشفاه الله، وأخذنا بعد الأكل أدي 30 شاة من إيه؟ من الغنم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنها رقية؟ يعني ما الذي علمك بذلك؟ ده أنت لعل الله أجاب دعاءك ببركة ما قرأته من إيه؟ من قرآن، وببركة الدعاء الذي صدر من قلب سليم. قلت: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي. قال: كلوا من 30 إيه؟ شاه. كلوا وأطعمونا من إيه؟ وشاركونا كمان. الرسول يأكل إيه معهم. فهذا دليل على أن القرآن كما أنه شفاء من الأمراض المعنوية، الجهل والحسد والحقد والظلم وما إلى ذلك، شفاء أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى من الأمراض إيه الحسية، ببركة الدعاء إيه به. عندما تجلس وصديق لك مريض وأنت تزوره وتقول: اللهم اشف فلان،
ببركة القرآن الكريم، أو تقرأ أنت سورة الفاتحة مرة مرتين ثلاثة بنية إيه؟ الدعاء، وتدعو الله وتقول اللهم ببركة ما قرأته من قرآن، ببركة إيه؟ ما قرأته من قرآن اشف فلان، هذا فيه منع؟ أبدا. أدي معنى الشفاء بإيه؟ بالقرآن، ده معناه أن تدعو الله ببركة هذا القرآن، لكن ليس معنى الشفاء بالقرآن أن يجي لك واحد أو زي ما بنسمع مثلا من بعض الدجالين انهم بيقولوا احنا بنشفي بالقرآن، فربما تروح لسيدة طبعا فيقعد يضع يده على جسدها او كذا او كذا ويقول ده باسم القرآن. لا، هذا دجل وهذا كذب، لان لا يجوز له ان يضع يده على جسد امرأة محرم عليه، اللهم الا اذا كان ايه؟ طبيب. لكن أي واحد سوى ما يكون طبيب لا يجوز. فالعلاج بالقرآن معناه إيه؟ أن تدعو الله سبحانه وتعالى لهذا المريض ببركة القرآن وببركة ما قرأت من قرآن أن يشفي الله عز وجل هذا إيه؟ المريض. هذا معنى قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.